كيف تعرفوا الحالة العامة للخريف هذه السنة كانت جيدة لله الحمد، وشملت جميع ولايات الموريتانيا الحمد لله، وهذا مبشر بالخير. يقير في نفس الوقت يتطلب مزيد من الحيطة ومزيد من الحذر في المحافظة على هذه المراعي وهذه الموارد اللي مهمة، اللي قيمتها في حالتنا حافظنا عليها إذ قد تمكننا من الاستفادة من ياسر من الموارد كنا نقدر نوجهوه والدولة بحاجة له. على سبيل المثال، بعض المعلومات اللي متوفرة توحي على أن السنة الماضية كانت تقريبا المساحات اللي تعرضت للحرائق تقدر ما بين 50 إلى 300 ألف هكتار من المراعي، وهذا قيمته المالية مقارنة بالأعلاف، قيمته ما يتعلق بقيمة الأعلاف يقدر حوالي زيادة على 700 مليون أوكية. هذه موارد هامة وهائلة، وقد يتم تفادي الوقوع في مثل هذه الحالات. لا هي يتم بناء ياسر من الحواجز الواقية للحرائق، ولا هي يتم لي بارفيه، ولا هي يتم توسيع دائرة هذه لي بارفيه الحواجز باستخدام الجرارات اللي موجودة، وباستخدام بعض فرق التدخل الحماية المدنية اللي لا تعود متمركزة وقادرة على انها عندها قدرة على تتحرك ميدانيا في اي وقت وفي اي مكان استدعاها الامر.